السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي. واليوم قراءة لعزيزي برج القوس لشهر جوان أو يونيو. هي قراءات معممة قد تنطبق على البعض منكم أو على الجميع، وقد تنطبق يعني جزئيا أو كليا. هي قراءة لبرج القوس الشمسي القمري والطالع، لذلك خذوا ما ترتاحون إليه من الرسالة والقراءة، والباقي اتركوه يرحل في سلام للكون، فهناك شخص آخر يحتاج لهذه الرسالة. نبدأ. هي قراءات للنساء والرجال، مع أنني دائما أتكلم مع النساء، لكن لأن معظم أو أغلبية متابعينه هن نساء، لكن هي قراءة للنساء والرجال. واخا، إذا لنبدأ. كنتمنى لكم حظ سعيد، حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب. غادي نديروا القراءة السحب، ثم سنرى ما هي نصيحة أو رسالة الملائكة والنصيحة السماوية. كنتمنى لكم حظ سعيد. بسم الله. عزيزي برج القوس، خاصة البنات، أرى أنكم يعني فقدتوا بزاف ديال الوزن، يعني ضعفتوا بزاف، يعني فقدتن الكثير من الوزن، لذلك اعتني بنفسك الله يخليك. ويعني أنت تصومين بالليل والنهار، أو أنت يعني تصومون بالليل والنهار، لذلك اعتنوا بأنفسكم الله يخليكم. البعض منكم ربما يعني عانى من نيومونيا، يعني لابنيموني، يعني السعال والالتهاب الرئوي، لكن الحمد لله هناك شفاء. واخا، يعني بسبب هذا التغيير الجذري يعني في الجو، اليوم طقس بارد وغدا الطقس حار، لذلك لكن هناك شفاء ان شاء الله. بالنسبة للعمل، أرى أن هناك خيبة أمل في العمل، هناك خيبة أمل في مجال العمل بسبب الطاقات السلبية. نعم، بسبب الطاقات السلبية، يعني طاقة الحسد. لكن عزيزي، أنا أرى بداية عمل جديد، وهذا العمل سيسمح لك بإظهار أفضل ما فيك، يعني سترتاح كثيرا في هذا العمل، وسيسمح لك يعني بأن يعني أن تخرج هذا الإبداع الذي بداخلك، وهذه يعني الكشف عن هذه الروح الجميلة التي لدى برج القوس. يعني برج القوس هو الحنان واللطف، هذه هي الصراحة والحقيقة. نعم، هذا العمل كذلك سيسمح لك، الله الله، سيسمح لك بمساعدة الآخرين ماديا ومعنويا. واخا، سيسمح لك بمساعدة الآخرين ماديا أو معنويا أو بجوج، يعني ماديا ومعنويا في نفس الوقت، يعني أنت ترسل للكون وستتلقى نفس الشيء، ترسل الخير والبركة، وهذه هي القاعدة الكونية كما أقول دائما. واخا، بالنسبة للعاطفة، عزيزي برج القوس، أنت طاقتك هي البناء والدمار او تحطيم، لكن هذا ليس سلبي. واخا، انتظروا بناء اشياء جديده والخروج من السلبي، هذا ما اريد، يعني هذا ما اريد ان اقول. هذا الحبيب، الله يحبك، الله 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 يحبك. هذا البدايه بلاتي، دابا نشرحوا بلاتي، خلوني نركز غير شويه. بداية حب، حب قوي وصافي، هروب، هروب من هذا، أنت تهرب من هذا الحب التي واخا صافي. هنا حبيب طاقته نارية، يعني أسد أو قوس مثلك أو حمل، هو حب قوي وصافي ومكتوب لا مفر منه. واخا، لا مفر منه، وحب حياتك. واخا، لكن هناك طاقة سلبية بزاف، طاقة سلبية، الله مندي، هناك طاقة سلبية، يعني ماشي سلبية، يعني فظيعة. هذا الإنسان يتصرف بشكل سلبي وسيء بزاف كثيرا،
يعني كثيرا، هذا أسوأ ما قرأته. واخا هذه الطاقة السلبية تؤثر على هذا، على تصرف هذا الحبيب بشكل فظيع. هذا الإنسان، هذا الحبيب يصير بيبولير، يعني فاش كنقولوا بالعربية ثنائي القطب. نعم، هو ليس مجنون، لكن هو مرة ثلج ومرة نار الله يستر، وكل هذا بسبب هذه الطاقات السلبية. هذه الطاقات السلبية لا أدري لماذا تؤثر كثيرا في هذا الشخص. و يعني الله يستر الله يستر الله يستر، واعرة بزاف وقبيحة هذا الشخص. امرأة، نعم امرأة، أنا أرى امرأة. وكذلك منافقة، أنت تعرف هذه المرأة لأن معك تظهر وجه ولديها وجهان، يعني منافقة. سبحان الله العظيم، لا يستر، يعني هذه إيبوكريت بزاف بزاف بزاف، وطاقتها هي حسد وغيرة لا حدود لها. سبحان الله العظيم. يعني أنصحكم بوضع خميسة في العنق أو كف، يعني أنتم تقولون في بعض البلدان العربية كف، يعني خميسة أو كف في عنقكم، واقرأ المعوذتين في الصباح وقبل النوم الله يخليكم، لأنها طاقة يعني قبيحة بزاف. واخا الله يحفظكم، فأنتم ملائكة، كل القوسيين الذين تعرفت عليهم في حياتي هم ملاك فوق الأرض، هذه هي الحقيقة. هذا الإنسان يذهب ويعود، يقول لك اليوم حبيبي أحبك، كان بغيك ما نقدرش نعيش بلا بيك، غادي نحماق سأوجن، أحبك ولا يمكنني العيش من دونك. وغدا بحال إلا قلبه الجنون، يعني تقول لك ابتعد عني، أنا لا أريد أن أكون معك. يعني هذا الإنسان لا أدري ماذا يحدث، أنا لا أدري، ما الله أعلم. لنواصل عزيزي، إنها قراءة يعني يفكر فيك ويتعذب، هو يتعذب، هو يتعذب كثيرا. عزيزي برج الأسد، عفوا عزيزي برج القوس، تقول لك هذا الكارت أن لا تتكلم كثيرا، الصمت، كارت الصمت، لا تتكلم كثيرا. أنت عزيزي برج القوس براءتك تجعلك تثق بكل الناس، لكن للأسف للأسف الشديد ماشي كل الناس بحالك. واخا لا تتكلم مع أحد عن أمنياتك عن أهدافك، يعني خبيها خليها لك بوحديتك. واخا لأن أو يعني تكلم عن هذه الأشياء مع من تعرف أنه طبعا يحبك ويتمنى لك الخير، أمك مثلا. واخا لماذا؟ لأنك إذا تكلمت عن ما في قلبك وفي بالك تثق بزاف في الناس، لأنك إنسان بريء بزاف وطيب بزاف، فسيدمرون كل هذه الإيجابية التي بروحك. فالقوسيين هم هكذا دائما إيجابيين، وعندهم هذه الفرحة الزوينة وهذه الطاقة، طاقة يعني الأطفال النبيلة. لذلك الله يخليكم، الصمت الصمت، وخليوا داك الشيء اللي في بالكم في قلبكم، واخا او للام الحبيبه. واخا لا، ولا يعني رغم هذه الطاقات السلبيه لا تفقد ابدا السعاده والفرح. يعني انت عندك سعاده خالده وفرح خالد في قلبك في روحك وفي وجهك. واخا القراءة يعني قراءة مف جعلتني يعني كانت أثر وتخلعت شوية، لأن يعني طاقة قبيحة بزاف، لكن هناك حب جميل، حب جميل عزيزي. أرى كذلك شخص ثاني، أرى حب آخر، شخص آخر، إنسان طيب في غاية الطيبة في غاية الطيبة، وكل هدفه هو إسعادك، وطاقته هوائية. هذا الحبيب هوائية أو ترابية كذلك. واخا
وأنت أولويته هذا الحبيب. نحن نتكلم عن حبيب آخر، إما هو موجود في حياتك أو سيظهر، لكن أرى أن هناك إنسان طيب جدا يحبك بزاف، لكن أنت يعني لا تنسى الحب الآخر، يعني الحب الناري، الحبيب الأول الذي طاقته نارية، أسد قوس أو حمل، واخا. لكن مع هذا الشخص ستعيش، هذا الإنسان سيعيد لك التوازن في حياتك، هو ملاك هذا الإنسان، يعني سيعطي لك كل ما تستحقه عزيزي برج القوس، لأنك عانيت كثيرا مع هذا الإنسان، لكنك لا تنساه، لا تنساه، رغم يعني هذا الرجل، يعني هذا الطاقة الهوائية، هذا الإنسان الطيب الذي يحبك بزاف، أنت لا تنسى الآخر أبدا، وهذا مع هذا الإنسان ستعيش سعادة كاملة، سعادة كاملة. هذا يعني هذا الإنسان سيضحي بالكل، يعني أنت أولويته، كل شيء في حياته هو أنت وأنت وأنسى. لكن ماذا يحدث؟ هذا البرج، يعني هذا الحبيب الناري لن يترك، يعني لن يترك هذه الأشياء تحدث، هو دائما حاضر، كيمشي وكيرجع، لأنه لا يريد أن يخسرك، لا يريد، وسيدافع، يوما يدافع عنك وغدا يرحل ويختفي، وهكذا دائما. واخا، كانت هذه القراءة، قراءة جميلة بزاف، ومع هذا الإنسان الثاني أنت ستعيش يعني لابوندونس، يعني الخير والرزق، واخا، هذا الإنسان غادي يعطيك كل شيء، هذا هو الحب الناري، وهذا هو يعني سيعطيك كل شيء، لكن الآخر لن يتركك بسلام، دائما غادي يكون إما في عقلك وقلبك، أو سيظهر من حين لآخر في حياتك، واخا، وما غاديش يخليك، يعني ما غاديش يخليك ترتاح أبدا، يعني عاطفيا ما غاديش ترتاح، لأنه توأم الروح، وهو يريد أن يعيش معك، لكن هناك حواجز وطاقات سلبية بزاف بزاف، الله يحفظكم ويحميكم، يعني أردت يعني طاقات قبيحة بزاف، لذلك أنا ندعي معكم، الله يحفظكم ويحميكم، وأصر الله يحفظكم ويحميكم، واخا، ولا تترك يعني هذه الطاقات تمحي هذه الابتسامة التي هي دائما مرسومة على وجهك، عزيزي برج القوس الله يخليك، لا تتركها تختفي أبدا أبدا. لأنك أنت يعني أنت لطيف وحنون بزاف بطريقة مفرطة ومبالغ فيها، لكن لا تسمح لهذه الطاقات السلبية تغير شخصيتكم المميزة والجميلة مهما أساءوا إليكم، فالسماء والكون يعني الوئام الكوني يرجع الأشياء أو يترك الأشياء في مكانها، يعني مهما كانت هذه الطاقة تتخربق وتريد التفرقة، الكون يعني سيترك كل الأشياء في مكانها، هذه هي القاعدة الكونية، وهذا الحب لا مفر له، لا مفر، نعم لا مفر منه، لكن هناك يعني الكثير من المعاناة، نعم، وأنت عزيزي لا تتغير، وخا أنت ما ترسله للكون يعود إليك، وهذه الطاقات السلبية كذلك ما ترسله إليك هي ترسله في الحقيقة يعني لنفسهم، هذه الطاقات السلبية يرسلون السوء وسيعود إليهم، يعني أنت لا تخاف، لا تخاف أبدا من هذه الطاقات السلبية، فهي في الحقيقة طاقة ضعيفة، طاقة الجهل، أنا لا أؤمن بالشر، هي طاقة الجهل والضعف، ولذلك تتصرف هذا التصرف العنيف والسيء، وأنت عزيزي طاقتك هي القوة والطيبة، والنجاح معك دائما، ستنجح في كل ما تريده، في العمل، في الحياة، في الحب، في كل شيء. لنرى ما هي نصيحة الملائكة، والنصيحة يعني الله، غادي ناخذ شوية الحجر لأني لطاقة إيجابية، لأن رأيت يعني طاقة سلبية بزاف بزاف، يعني طاقة سلبية، حذاري، قرأوا المعوذتين الله يخليكم، وضعوا خميسة في العنق ديالكم، وغادي ناخد ماشي غير وحدة، غادي ناخد ثلاثة ديال الرسائل، لأني رأيت يعني طاقة سلبية بزاف. تقول يعني الطبيعة، يعني الهواء الطلق والطبيعة سيجعلك يعني تعود للشباب، واخا،
في فصل الخريف ستحصل على الرزق. نعم، ستحصل على الرزق، هذا ما يقول، يعني القطف، يعني في فصل الخريف قطف الثمار. وهذه تقول الجواب لسؤالك يتعلق بابنتك. لا أدري، ربما البعض منكم عندكم بنية، أو إذا لم تكونوا متزوجين فطفلة من العائلة، أو يتكلم عن براءتك أنت، أنت كطف، براءتك يعني براءة برج القوس. واخا، وحتى هذه غادي ناخذ منها ثلاثة لنرى ما هي الرسالة الملائكية، ملائكة الحب. تكلم بقلبك وقلبك مفتوح، يعني تكلم بصراحة مع، يعني تكلم عن مشاعرك مع حبيبك، هذا ما تقوله هذا الكارت. والثانية، انظر لحياتك العاطفية بتفاؤل. واخا، التفكير الإيجابي والإيمان غادي يجيب لك الحب، حب يعني هذا الإنسان الذي تحبه أنت، يعني التفكير الإيجابي والحب يجعلهما يعيدون، يعني سيعيدان الحب الحبيب إلى حياتك. والأخيرة، أحبب بدون خوف، افتح قلبك للإعطاء، نعم للعطاء وللاستلام، لاستلام الطاقة، يعني أعظم طاقة موجودة في الكون. كانت قراءة جميلة، كنتمنى لكم الخير، كنتمنى لكم الخير، الله يحفظكم من جديد والله يحميكم.